اكثر شيء مأثر علينا الخيم كل شوي بدنا نثبتهم، وعندك الواحد طاقة كل ثانيتين نص ساعة بدنا نطلع عليهم نثبتهم على السوا، وما بنحسن نشغل صوبة وما بنحسن نطبخ على الهوا. يعني معيشة صارت صعبة هون، تستأجر بيت من 100 دولار وفوق، وعندك يعني شغل ما في، العمال يعني ما في شيء ابدا. هون احنا بالخيام وضعنا سيء على الاخر، يعني بالعاصفه اثرت علينا كثير. يعني اخونا هدت الخيام، في بعض خيام انهدت، في يعني بكل شيء، يعني تدفئه ما في، كل شيء ما في عندنا. يعني هون يعني امور سيئه هون على خاض. انا بناشد المسؤولين يعني بس ينتبهوا لاهل الخيام، يعني بس شوي يعني هاي اخونا هذا اللي بدناه يعني منهم، ما بدنا اكثر واقل يا اخونا. وضعنا هون يعني امورنا يعني تعبانه، اهل الخيام جدا يعني هاي اخونا اهل الخيام احنا يعني لا في تدفئه لا في اي شيء يعني موجود عندنا هون، يعني ما في اي شيء يعني الخيام خاص يعني.